عبد القادر بن محمد زيد في 33. وين؟ زيد له بلاصة كيسموها في شوية على الملح هذاك على الأسيار هذاك قبل ما في الواد. كيفاش؟ واد الملح. لما نتابع عمي الحاج هذا؟ تابع البلدية تاع الذبح. معركة كبيرة ياسر. معركة شوف من هذاك مضى على الغبار وطلع حتى لهنا الفوق البلاصة القش تاع القدح ونقولوا له القدح هذا وطلع في شعيرين وطلع حتى للفوق القاعدة كيما نقولوا هذه قاع الجيش الحمد لله. كي بدا الجيش كان الضباب شوية بدا الجيش وكنا احنا كنا احنا بالحق كنا انا كنت فما كنت نوكل ديت الماكله وروحنا. كي بدا الضرب جوايه 12 بوحده هكا صر من ابو الروسي عبد الله الله يرحمهم كانوا يجوا نود انا فما قعدنا احنا يا قعدنا قعدت كان جمال الله يرحمه سي علي راس النار قعدت انا وياه هنايا قعدنا في واحد البلاصة نقولوا لا غير مرابين قعدنا فما تبرقنا حتى مع المغرب كمينا جايين جاو ربعة جنود رافدين السلاح والمورطي عطوني أنايا واحد الحبات تاع مورطي مانيش عارف رفتهم على الله نهار اللي صدينا جات الطيارة هنا نقول لها دار الخادم طلقت علينا الضوء انا رقدت انا الطياره تشوفنا رقدت فاتوا واحد الجنود وبعد سي علي راس المال الله يرحمه قال لهم وين راح رجعوا لي قال لي سالك ندير انا اللي خايف الطياره قالوا لي لا لا ما الطياره يدير الضوء لولادها روحنا البت امي قعدنا ومن بعد نجيب لك حتى النهار روحت للحبس دخلت في الحبس جيب لك النهار واش تا هو العسكر وشحال ماتت حتى انا في الحبس تشوف من الصباح حتى الليل وهي ضرب شو الحال خشين طيارة من كي جاو الطيارات وجاو الاخرين بدات الضرب يتقاطع منا تحت في الليل ضربوا هنا تحت تلاقوا مع الجنود كاين شي جنود راحوا للبحر وكاين شي جنود روحنا معاهم بلاصة يقولوا لها بتومي ماذا قعدنا 3 أيام احنا فهم كي روحت فرنسا رجعنا نصيبوا لا المؤيد لا زوايد لا والو كلش ميت كلش رايح هذه هي نقول لك عليها وجيت قال ماشي قال وماتت فرنسا خيرة الله لك انا كنت في الحبس قبضوني في اكتوبر من ورا المعركه كي قبضوني الدونة كنت انا وبابا المرهن ونخدموا في الكوزينه وعندنا واحد ترجم علينا واش نخدموا واش نديروا واحد النهار وواحد القوري قال لي انت شحال في عمرك قلت له في ذيك الساعة 25 ولا 20 حنا ما نعرفوا والو قال لي تاس ذاك الجبل ولا قرار السوفات قال لي كنت فم قلت له لا انا كنت في كفانياك كان ابو الحسن يقول له كفانياك قال لي ما تسمعش واحد النهار لو القرص وكذا قلت له لا خليته ما دانت قرص قال لي 350 الغومي تموت يبكي والله لا يبكي اما لو من بعد جيت انا خرجت من بعد جيت هنا ومن بعد ماتوا النساء مات الشيء صحة من هضرة كامل وما تلكوش ما نسلكوش ثورة والجيش الحمد لله بصرا ما صرا وهذا البلاصة بالك تحية ان شاء الله نشوفوها بعد نشوفوها في الفيلم بارك الله فيك عمي الحاج تنتقم تنتقم الشعب تقتل الزوايل تحرق الزرع اللي هي الديرها بصح النساء ماتوا من بعد
اللي ماتوا النساء هنا 16-17 نفس ماتوا هنا في الواد من بعد المعركة هذه لو كنا عدوها. هاو الأخ يهدر لها قال لي يا ناي أنت نساء غيك تهدر أنت ولا أنا غيك هذا الفرق عندهم لو قاعد بالنكوة وش لا عندهم ما نسلكوش هذول تاع فرنسا تاع الثورة ما تسلكش كيما كنا نهرب والنساء يتلايموا يتلايموا على خاطر هذو يديروا الفرج لبعضهم بعض كانوا النساء ما تدير لهم والو هم من بعد من بعد المعركة من بعد الاشتباك صابتهم متلايمين احنا هربنا صابتهم متلايمين أما لكن لحقت عندهم جلس من طرف كاين طفل مولا 8 شهور قاستو في شطبة كما هذيك صبنا ثم معلق في عمره 8 شهور والنساء ماتوا فيها بنت خالد الله يرحمه المسؤول تاع الجيش تاع المشرق تاع المغرب المدرس تاع الجيش بنته ماتت معاه.